مرحبا وأهلا فيكم. الحقيقة نحن اليوم السوريين وضعنا بيشبه وضع رب أسرة صاحب منزل تم اقتحام هذا المنزل من قبل عصابة وربطوا سبتوا وقاموا باستباحة البيت وأهله، وهو ما طالع بإيده ما في غير يعني رد الفعل، وهو مقيد تماما غير الغضب والقهر يعني، وهو يرى أن كل ما بناه كل تفاصيل حياته كل أهل بيته يتم الاعتداء عليهم واستباحتهم دون أن يكون هو قادر على رد هذا الفعل هذا الاعتداء عنهم أو حمايتهم. بسوريا نحن من سنوات طويلة الحقيقة ما ظل الموضوع سر، في مشاريع عم تتنفذ عمليا ونحن مربطين ومقيدين ويعني يتملكنا القهر والغضب. بداية يمكن ما نفهم المعتدي أفعال المعتدي شو بتهدف، شو المشروع يلي بده يتم تنفيذه. طبعا بدي أقول أنه يلي قام بتثبيتنا مع الأسف هو الشخص يلي وثقنا فيه، يلي كنا وراء قيادته خلينا نقول خلال عقود طويلة، والمفروض أنه يقودنا لبر الأمان إلى الكرامة إلى النصر إلى آخره. اكتشفنا أنه كان هو له الدور الأساسي بتقييدنا ونكون بهذا الوضع المزل. ولكن حتى لو فهمنا بعدين بنشوف التحركات اللي عم تصير بنشوف وبنفهم انه في اذى، في نوع يعني من الضرر الكبير يلي بده يطال بمصالحنا وحتى يعني ينال من كرامتنا، ولكن ما فينا نعمل اي شيء. اليوم بدي احكي عن الجنوب، القصة يلي تطورت من 10 سنين لليوم. ممكن يكون بالبداية ما كتير مفهوم شو مصير الجنوب، شو بده يصير بالجنوب، ولكن اليوم الصورة عم تتضح أكثر وأكثر. إذا نبدأ بالبداية منتذكر طبعا مثل كثير من المناطق هو أساسا الحراك بلش بالجنوب، فقدت الحكومة، فقد النظام السيطرة على المنطقة، انتشر فيها يعني خلينا نقول العديد من الفصائل المسلحة، صار في نوع من الصراع على أساس أنه النظام أو الدولة بين قوسين الحكومة السورية بدها تستعيد السيطرة، استعانت بإيران، صار في نوع من الصراع في تلك المنطقة. بنتيجة يعني أنا بلخص هذا الموضوع بسرعة، نتيجة هذا الصراع صار في تموضع وواجد للميليشيات الإيرانية كبير في منطقة الجنوب، وما أنهى هذا الموضوع تواجد الفصائل المسلحة ولم يعد تماما سيطرة الدولة السورية على تلك المنطقة. فينا نقول أنه هالمنطقة اللي ظاهرة قدامنا بين درعا والسويدة اليوم هي بقت منطقة رخوة، خاصة في درعا. في السويدة عموما كان النظام غير مسيطر تماما، كانت سيطرته أمنية أكثر ما تكون سيطرة سيادية يعني كجزء من الدولة السورية. تقريبا السويدة عاشت يعني إلى اليوم تقريبا بما يشبه الحكم الذاتي بشكل أو بآخر، التواجد أمني والعمليات أمنية وكل التحركات يعني حتى فيما يتعلق بالمجموعات المسلحة وغير المسلحة هي مرتبطة بأفرع الأمن، يعني الأمن هو الفاعل في السويدة بينما تغيب باقي المؤسسات. فإذا هالمنطقة عموما ظلت منطقة رخوة مجهولة المصير. يلي فينا كمان نذكر فيه انه مثل باقي المناطق ولكن بنسبة اقل صار في حركة هجرة من الجنوب يا باتجاه خارج سوريا او باتجاه الشمال نتيجة هذا الصراع، يلي ما طلع نتيجة الحروب والصراع والاقتتال، طلع او بيطلع حاليا خاصة منطقة السويدة على سبيل المثال، وايضا من درعا. يعني اليوم الناس عم بتبيع الفوقة والتحتة لتخلص من الظروف الاقتصادية يعني القاهرة يلي عم يعيشها الانسان السوري، يلي عم يحسن يطلع. فاذا أصبح أيضا القوة أو كل ما جرى هو نوع من الضغط لتغيير ديموغرافي ما، لتخفيض نسبة عدد السكان في المنطقة إلى الحد الأدنى. هلأ من فترة بلشنا نشهد ظهور مثل الذرائع لتدخل خارجي في المنطقة، يعني مثل ما صار بشمال سوريا ووجود قوات سوريا الديمقراطية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني اللي أعطت الذريعة لتركيا بالدخول والسيطرة على مناطق، وهي تسعى إلى سيطرة على كامل الشريط الحدودي بعمق 30 كيلومتر بالإضافة لبعض المناطق في الغرب. أيضا في الجنوب بلشت يعني تظهر ذرائع، وكان أهمها
التواجد الإيراني يعني كان غير كافي، فانخلق فجأة خطر موضوع صناعة المخدرات والكبتاغون وتهريبه باتجاه الأردن ودول الخليج. جهود عبر سنوات فشلت في إيقاف هذه العملية، وأصبحنا أنه نشوف نحن أنه هذا الخطر أنه متصاعد ويوميا يتم التحدث عنه في الصحافة الأردنية. تحول الموضوع خلال الأشهر الماضية إلى خطر إقليمي ودولي، وصل للولايات المتحدة الأمريكية، وطلع تشريع من الولايات المتحدة الأمريكية يعطي المبرر ويعطي الشرعية لأي تحرك يمكن أن يكون باتجاه الجنوب من الأردن باتجاه الجنوب للسيطرة أو لوقف عمليات التهريب التي أصبحت تهديد للسلم الدولي بحسب قانون الكبتاغون الأخير. يعني الأمور بتصير على الشكل التالي، نحن عم نشوف كيف الأمور بتصير. فإذا هي زريعة، هلا ممكن على الأغلب طبعا بتكون موضوع صناعة المخدرات بتكون صناعة المخدرات وتصديرها هي عملية حقيقية وتحقق مصالح لا شك النظام بتأمين التمويل له، ولكن بيكون بشكل أو بآخر في غض نظر عنا يعني من قبل الأطراف الأخرى وإيجاد، لأن بهمهم يكون في ذريعة لحتى أن ينفذوا مشروع في الجنوب يلي مثل ما حكينا منطقة رخوة. يعني لهلأ منلخص، منطقة رخوة، إيجاد ذريعة لإظهار هذه المنطقة كبؤرة توتر تهدد دول الجوار والسلم العالمي، بعدين تشريع أمريكي ممكن يأطر أو يوجد شرعنة أو يوجد خلينا نقول مرجعية لشن هجمات على الجنوب أو لقيام بعمليات في الجنوب لوقف هذا الخطر. يعني هذا اليوم نحن هون وصلنا. هلأ دائما بالجنوب نحن لازم نعرف أنه الجنوب هون في ملاحظة مهمة كتير، أنه الجنوب ما عاد لأهله بشكل أو بآخر، تواجد النفوذ هو إيراني بالدرجة الأولى ولحزب الله بالدرجة الثانية. فإذا بدنا ناخذ نحن المنطقة الجنوبية منشوف هالتواجد الإيراني الكبير، يعني وعجبي من هذا التواجد رغم كل التصريحات من إسرائيل بأنه هي ضد التواجد الإيراني في سوريا، منشوف هالكثافة في التواجد. يعني هي الخريطة هي حديثة من أشهر صدرت عن مركز جسور، وأيضا منشوف أنه الحدود من يعني شمال لبنان إلى يعني السويداء كلها مسيطر عليها، يا إما من حزب الله شكلوا مثل شريط حدودي تحت سيطرتهم أو المنطقة الحدودية تحت سيطرتهم، أو تواجد القواعد والنقاط الإيرانية على كامل يعني الجنوب السوري، خاصة حدود القنيطرة مع هضبة الجولان المحتل وصولا إلى الحدود الإدارية للسويدة طبعا وريف دمشق، لأن ريف دمشق تمتد إلى الحدود الأردنية. فإذا في شيء غريب بأنه يكون السيطرة، يعني شو معنى تسيطرة إيرانية وحزب الله؟ بالنهاية أنه أصحاب الأرض السكان سوريا الموجودين منذ آلاف السنين ما عادوا هن أصحاب القرار وأصحاب السيطرة على هذه المناطق. فإذا اليوم الواقع هو هذا الواقع، أنه في منطقة رخوة ما تحت سيطرة الدولة السورية، في تواجد للميليشيات الإيرانية وميليشيات حزب الله على كامل الحدود وصولا إلى الحدود اللبنانية، كامل الحدود اللبنانية، في خطر أو في ذريعة اليوم بوجود خطر يهدد يعني دول الجوار والسلم الدولي، وفي تشريع أمريكي يجيز خلينا نقول اتخاذ، يعني وهذا الشيء راح نشوفه بالأشهر القادمة وتكمل استراتيجية باتخاذ خطوات قد تكون منها عسكرية للتدخل ووقف هذا الخطر، فهذا بيهيئ مع وجود الميليشيات الإيرانية للصراع. فإذا نحن ممكن نتوقع أنه ينشأ صراع في هذه المنطقة أو يستمر الصراع ويتصاعد في هذه المنطقة، لأن في طرف بده يقضي على الخطر القادم من وراء الحدود داخل الأراضي السورية، وفي طرف بده يدعي الدفاع، وخاصة المتغير الكبير اللي كان يعني خاصة أنه المتغير اللافت للنظر كان يوم أمس، أنه هذا الخطر مو بس صار يهدد الأردن، أصبح يهدد أيضا إسرائيل. يعني مبارح كان في الإعلان عن عملية تهريب
لمواد مخدرة باتجاه إسرائيل، فأصبحت أيضاً اليوم إسرائيل مهددة أو تحت هذا الخطر. هذا يعني بيعطيها ذريعة أيضاً لتكون شريكة في هذه التحركات يلي سيتم إقرارها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ورح يصير في صراع بهذه المنطقة. بالصراع دائماً مين بيربح؟ الطرفين الغرباء، يعني يلي عم يتصارعوا بيقوى نفوذهم على حساب السكان المحليين. بناء على هذا الصراع رح نشوف موجة هجرة إضافية باتجاه الشمال أو خارج سوريا. يعني دائما الصراع والحرب رح تأثر على السكان الأصليين الموجودين في المنطقة، سواء الميليشيات الإيرانية اللي أجت على المنطقة هي مدربة ومهيئة لمثل هذا الصراع، أو القوات من خارج الحدود هي جاية لحتى تنهي خطر ومهيئة أيضا حالة للحرب وللصراع لفترة طويلة. ولكن اللي ما رح يتحمل هذا الصراع الطويل هو السكان، فإذا رح يكمل في إحداث التغيير الديمغرافي في الجنوب على الحدود يعني مع إسرائيل. يعني ما بتوقع هاي مصادفة، وطبعا الأردن ولبنان. لاحظوا كل هذا الشريط رح يكون هو خارج سيطرة أولا الدولة السورية، وخارج سيطرة السكان مانن صاحب القرار والسلطة في كل هذه المنطقة يلي هي على حدود إسرائيل الشمالية. طبعا يعني الأشهر الأخيرة منشوف كل التحركات هي عمليات تموضع، لأن الأمور لازم نربطها ببعض. لأن بيقول لك القوات الأمريكية تعزز تواجدها في سوريا، أنه والله قوات النظام والقوات الروسية أعادت افتتاح مثلا مطار الجراح في شرق حلب. فمثل هذه التحركات، مثلا اليوم القوات الأمريكية تعزز تواجدها في الرقة على ما يبدو، وفي حملة اعتقالات وفي حملة تطهير لباقي القوى غير خلينا نقول المنضبطة تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية وقيادة قوات سوريا الديمقراطية. ففينا نستنتج أنه حدود النفوذ الأمريكي وسلطات أمر الواقع المؤتمرة بالقرار الأمريكي رح تكون يعني بهالمنطقة، يعني من الرقة وإلى الشمال إلى حدود النفوذ التركي. مثلا في كان مثل ما شفنا تمركز للقوات الروسية والسورية في مطار الجراح، معناتها أيضا هذه المنطقة بشكل نهائي رح تكون تحت سيطرة النظام السوري أو ما يعرف أو بقايا الدولة السورية بدعم روسي. في أحداث صغيرة ممكن يعني الواحد ما كتير يعطيها أهمية، مثل الخبر يلي عن افتتاح مول كبير، مول الحمراء في منطقة سرمدة أو في بلدة سرمدة في يعني شرق حلب أو شمال إدلب. هل نوع من الاستثمارات، هل نوع من النشاطات الاقتصادية بهذا الحجم يعني تعطينا دلالة بأنه هذه المنطقة لن تعود إلى سيطرة النظام مرة أخرى، وأنه هذه المنطقة ستستقر على ما هي عليه؟ فإذا نحن إذا بدنا اليوم نرسم الحدود، فمنقول أنه إذا صار في عمليات تحرك بالإنفور أو ما الإنفور، جنوب الإنفور مثلا، ما تبقى من إدلب إلى شمال من إدلب، وين بده يتوقف موضوع المفاوضات، فينا نقول أنه اليوم منطقة سرمدة، أنا بفهم يعني هذا الموضوع ممكن ناخده بهالطريقة، طبعا بحاجة لأدلة إضافية، ولكن ممكن يكون مؤشر مهم. إقامة مثل هذه المشاريع الكبيرة في منطقة سرمدة من قبل يعني رجال أعمال، أكيد رجال أعمال لهم اتصالاتهم ولهم قنواتهم في هذه المنطقة، يعني أنه موضوع يعني أنه هذه المنطقة استقرت وأصبحت كليا في سيطرة القوى التي يعني تتبع لتركيا أو التي تنسق مع تركيا ضمن الشريط الحدودي التي تسعى تركيا للسيطرة عليه بشكل كامل، سيمتد حتما. يعني إذا أنا شفت هالمشروع، طبعا في مشاريع أخرى، إذا شفت هالمشروع في مشاريع أخرى يعني مو هو فقط، ولكن هالنوع من المشاريع بيخبرنا وبينبهنا أنه منطقة سرمدة ستكون ضمن الشريط الحدودي أو ضمن الأراضي أو المناطق التي ستكون تحت النفوذ التركي إلى أمد غير معروف. فإذا مثل ما شايفين يعني نحن اليوم عم نشهد تكريس قسمة سلطات أمر الواقع في سوريا. ريت أنه التقسيم يكون دويلات، يعني في ناس قالوا سوريا الاتحادية أنه كذا، مع الأسف ما رح يخلونا نوصل لدولة اتحادية. هو تكريس، يعني اليوم اللي عم يصير تكريس نفوذ سلطات الأمر الواقع في مناطق أو مساحات جغرافية. هاي المناطق غالبا رح تشهد نوع من الاستقرار وتبقى على ما هي عليه. خارج هذه المناطق، هذه المناطق لا تشمل كل الجغرافيا السورية، مثل الشمال الشريط الحدودي ومثل الجنوب على سبيل المثال، وحتى الشرق اليوم لا يشهد استقرار نهائي.
فهذه المناطق هي المرشحة لتصاعد الصراع. يعني إن كان اتفاقية أستنا أو سوتشي أو كل الاتفاقيات اللي عم نشوفها بين الأطراف لتثبيت وقف إطلاق النار، هو لتثبيت وقف إطلاق النار حول مساحات جغرافية تم نهائيا الاتفاق عليها، ولكن في مساحات للسماء يعني شهدت نهاية الصراع، هي مرشحة لحتى نشهد فيها صراع. اليوم كان موضوعنا على الجنوب، والجنوب واحدة منها، فإذا هذه المساحات حددت كمساحات لاستمرار الصراع. يعني في مؤشرات مثل إقامة القواعد كذا أنه هالمناطق مستقرة إلى مدى غير منظور، ولكن خارج هذه المناطق معناتها هو مرشح لحتى يشهد صراع وتغيرات غالبا راح تكون نتائجها، أو يعني أهم النتائج منها الكارثية أنا بعتبرها، هي إتمام مخطط التغيير الديموغرافي وتهجير أكبر عدد ممكن من السوريين إلى الشمال أو إلى خارج سوريا. هذا كل شيء بدي أحكيه حول الموضوع. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.